مهندسون وعاملون في المحطات الكهربائية يحيلون تفاقم أزمة الكهرباء في عدن إلى تعطل بعض الآلات واحتياج الكثير منها للصيانة، ويبدون استغرابهم من إصرار المسؤولين على استمرار الإيجار للمعدات الناقصة. محطة العزوة لم يوصلها أي قطع غيار لمدة سنين، ومحطات كمان المنصورة من شان الإيجار، يهتموا بالإيجار، إيش الفائدة؟ إذا عملوا هذه الصيانة ما بيستفيدوش أي حاجة من محطات الإيجار، هذون المسائل الموجودين في المؤسسة العامة. وفي ظل احتياج عدن ما يقارب 400 ميجاوات، فكل ما تملكه الآن ما لا يزيد عن 120 ميجاوات، ما يزيد من احتمالية الخطر ويهدد بتضاعف الانقطاعات. وصل في عدن إلى أمس 356 ميجا، أنت في أحسن الأحوال ما فيش عطال معك توصل إلى 180 ميجا، يعني الوضع سيء للغاية إذا لم يداركونا في قطاع الغيار وتوفير توليد. العيب والعتب على الحكومة اليمنية التي تركت هذه المحافظة وبقية المحافظات المحررة دون الالتفات لوجود هذه الخدمات ومنها الكهرباء. وبعيدا عن مكاتب المسؤولين، لا يبعد المواطن عيناه عن عقارب الساعة لمراقبة متى ستضيء الكهرباء التي تعكس انقطاعاتها معاناة على جميع جوانب الحياة. وعيالنا في المدارس تعبوا بصراحة، يلا لا ذاكرنا لست المغرب، ما فيش مذاكرة بالليل. على مدار 24 ساعة تطفأ الكهرباء ثلاث ساعات بعد تشغيلها ما يقارب الساعتين، فهل سيزداد الأمر سوءا في الأيام القادمة؟ من هنا يتم التحكم بتوزيع انقطاعات الكهرباء على أحياء عدن، ومن هنا نوصل مناشدات المواطنين لإيجاد حلول للتخفيف من أعباء هذا الصيف الحار. مروى العزاني، قناة بلقيس، عدن.